سيدة السادة الوزراء، سيدة السادة ممثلي المؤسسات الدستورية والعمومية، سيدة السادة ممثلي الهيئات المهنية للإسكان والتعمير، سيدة السادة ممثلي الهيئات الاقتصادية والتمويلية، يسعدني أن أحضر أشغال افتتاح الحوار حول التعمير والإسكان الذي ينعقد تحت رعاية سامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تتطلع الحكومة من خلاله إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة تستند لمقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج. وكما لا يخفى عليكم فإن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني إضافة إلى تحسين الحكامة الإدارية تدخل في قلب اهتمامات الحكومة، وبذلك نعتبر إصلاح التعمير والإسكان بالنظر لطابعه الأفقي رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف. وتولي الحكومة أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، حيث كشف الوضع الناجم عن كوفيد-19 عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية. كما أن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج. والمفارقة أنه في نفس الوقت لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد يعني ركودا طوال العشرية السابقة مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة يعني الموين ستوندي. وبالنظر لهذا الوضع ينبغي مساءلة نجاعة السياسات الحكومية العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,200,000 وحدة ديال سنة 2002 إلى 368,000 وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمعيشين العقاريين. وحيث تعتبر الحكومة إنعاش قطاع الإسكان من المداخل الاستراتيجية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ومحركا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، ندعو اليوم إلى التفكير معا في السبل الكفيلة بملائمة العرض والطلب من خلال توفير عروض سكنية مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي. كما ندعو إلى تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، ولعل فعالية هذا الحوار الوطني خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في المشروع قانون المالية المقبل. وقد تكون مناسبة كذلك لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية بما يضمن تحولا سلسا نحو نموذج جديد. ولمواكبة تحدي إنعاش القطاع، تطمح الحكومة كذلك إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين. ولهذا فإنه لا مناط من مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية. حضرة السيدة السادة أيها الحضور الكريم، قد تشكل أشغال هذا الحوار مناسبة كذلك للتفكير في تحديات أخرى تهم قطاع الإسكان والتعمير، منها تحدي تنويع العرض الوطني. فمثلا يحتاج قطاع التعليم العالي لما مجموعه 500,000 سرير في الأحياء الجامعية، وتحتاج قطاعات التعليم والصحة لمساكن ذات جودة تضمن استقرار الأطر
في أماكن تعيينها، كما نحتاج مستقبلا إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري. ومن بين التحديات كذلك تحسين مردودية القطاع، حيث لا بد من استثمار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة من مواد البناء المستوردة والرفع من نجاعة الطاقية واستثمار مؤهلات القطاع لتعزيز حضورنا قاريا. ومن أهم التحديات على المستوى التعمير تقليص التباينات الكبيرة بين المدن، حيث أنه مع حلول سنة 2030 من المتوقع أن يعيش أكثر من 10 ملايين مغربي ومغربية، وهو ما يناهز 40% من ساكنة الحواضر في مدن متوسطة، يتراوح عدد ساكنتها بين 25,000 و 250,000 نسمة. وتشير توقعات النمو الديموغرافي في أفق عام 2030 إلى أن خمس المدن المتوسطة ستتخطى عتبة 250,000 نسمة لتصير مدنا كبرى، بينما سيتجاوز 30 مدينة صغيرة عتبة 25,000 نسمة لتلتحق بالمدن المتوسطة. ويقتضي تسارع التحول الحضاري والتمدد العمراني للمدن تحيين كيفية تخطيط وبرمجة وتسيير المجالات الترابية بما يضمنه تنمية ترابية مستدامة شاملة ومتكاملة. وفي الأخير أغتنم هذه الفرصة لأتمنى مبادرة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الهادفة إلى إرساء جسور التواصل والبناء المشترك مع مختلف المتدخلين. أنا أعرف العزيمة القوية للسيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري لإعطاء دفعة قوية للقطاع وإيجاد الحلول الكفيلة بإنعاشه وتحسين ولوج المواطنين والمواطنات للسكن. أتمنى أشغلكم النجاح والتوفيق، كما أجدد التأكيد على عزمنا داخل الحكومة المواكبة للأوراش للإسكان والتعمير حتى تتحقق الإرادة الملكية وطموحات المواطنين والمواطنات. وإن شاء الله باش نكونوا في الموعد، لأنه عندنا الوقت في نص بيانتو كاين أفكار ليا جت بها السيدة الوزيرة وتلقينا بها، واللي هي جد مهمة ليدي سي دو لا رولونس دو سيكتور دو اي بيان سور دو لابيتا اي دو لا كونستركسيون ديغيير، مي ايغالمون دو تروفي دي سوليسيون ا لا بوبيلاسيون بور لاكسي او لوجمون، ماشي غير او فيبل لوجمون مي اوسي او لوجمون ديال لا كلاس مويان، سو دوني لي مويان ستركتوري با دو ديبيرديسيون لارجون سيبلي عند الناس اللي غادي يستيميليو يعني هاد لاشا. وان شاء الله الابناك تمشي معنا في هذا الطريق، وكذلك لي زونتربرونور حتى هما يتشجعوا الكثير، والاداره تكون يعني واضحه وسهله في المعامله ديالها. نتمنى لكم التوفيق. شكرا السيده الوزيره على هذا الاجتماع وعلى الانطلاقه ديال هذا الوش الكبير اللي كيحتضنه صاحب جلاله الله ينصره.